لموضوع وأكثر تفاصيل، وحاضر معنا مباشرة عبر الهاتف حسن المزني كاتب عام الجامعة العامة للصحة. سي حسن أهلا وسهلا. سي حسن مرحبا. ألو مرحبا بك سي حسن. مرحبا بك ومرحبا بكيف في المستمعين ديوان فاب. مرحبا بك سي حسن المزني. ذولي كنت تسمع في عدد من المواطنين اللي يتشكيوا من الوضعية في المستشفيات، بين الحكاية على نقص الأدوية، بين الحكاية على سوء المعاملة وغيره. حاولنا نسبق قدر المستطاع الأمور ونقولوا أنه زاد في المقابل راهي فما إمكانيات ضعيفة اليوم للأعوان قطاع الصحة، وفما ناس قاعدة تخدم بضمير. باش نسألك مباشرة، ظروف العمل المناسبة اليوم لأعوان قطاع الصحة باش يقدموا أفضل الخدمات للمواطنين والوضعية في المستشفيات؟ سي حسن تفضل. ساعة الأولانية كل ما قالوه المواطنين الكل عندهم فيه حق وصحيح، كل وصحيح. للأسف معناها كل الخدمات معناها رديئة اللي قاعدة تقدم في المستشفيات العمومية، وخاصة إذا يتم مقارنتها بالقطاع الخاص وبالمساحات الخاصة. وهذايا راجعة معناها في الواقع لعدة أسباب. أهم الأسباب هو عدم عناية الدولة والحكومة بالمؤسسات العمومية للصحة. يعني مخليتها حاجة سنوية، سواء كان هذا معناها بعديد الأشياء توردخلونها معناها بدقة، ولكن أنت سألتي هل أنه ما يقدموه الأعوان في ظروف معناها طيبة ولا لا؟ يا سيدي الأعوان بتاعنا الكل بالأطباء بالعملاء بالإدارات الشبه طبية بالكل يخدموا في ظروف صعيبة ياسر، ويقدموا في خدمات صحية معناها باجتهاد على طاقاتهم وباجتهاد على كل الإمكانيات الموجودة، باعتبار وأن الدولة ما وفرتش الإمكانيات. إذا كان معناها مش نعطيك باختصار من ناحية الموارد البشرية، وهذا أهم عنصر اللي يخدم، هذا غير متوفر في المستشفيات، بل أنه آلاف الزملاء خرجوا للتقاعد وما تمش تعويضهم، وبالتالي اللي يخدم ممرض ولا عامل ولا طبيب في عوز مش يخدم معناها خدمة، يخدم في ثلاثة واربعة خدمات، وبالتالي معناها تقديم الخدمات يكون رديء جدا باش يتقدم. إلى جانب الإمكانيات غير متوفرة وقت اللي معناها توجدت المستشفيات هذه وتوجدت منظومة الكناب، كان الهدف الأول والأساسي هو النهوض بالقطاع الصحي العمومي، وهذا ما صارش. لا سبب معناها أدوات ولا سبب معناها مواعيد نتاع مرضى، معناها ياخذوا مواعيد بالسنوات. أنا نأكد لك وأنا عندي كل الإثباتات بالسنوات، بالعام والسنين يستنى الموعد نتاعهم، وثم مواطنين اللي وهمش قادرين يتوفوا وما يوصلش الموعد تاعهم. علاش هذا؟ على خاطر الدولة ما وفرتش الإمكانيات اللازمة، وما وفرتش الآلات اللازمة، وما وفرتش قاعات العمليات اللازمة، و و و باختصار ليس هناك اهتمام بصحة المواطن في كل. ولكن سي حسن يقول لك زاد الدولة عندها إمكانيات مادية محددة، الإمكانيات هذه المادية اليوم ما تمكنهاش ربما باش تكون عندها العصا السحرية إنها تصلح كل المستشفيات العمومية، مع أنه لازم تكون فيها أفضل الخدمات. نعرف سي حسن المزني من حق صحة المواطن من حق، وسي حسن طبعا واجب الدولة سي حسن المزني، ولكن يقول لك الإصلاح ما ينجم يكون كان وفق الإمكانيات المحدودة. سي حسن المزني لا 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 مش صحيح، لا مش صحيح هذايا. لا سبع عناية وسبع توفير إمكانيات ولا عدم توفيرها، هذا الموجود اليوم في تونس. لا اليوم ما سبش عناية بالقطاع الصحي العمومي. والله كان أنا في الفترات السابقة الكل وقلنا في العشرية السوداء معناها رفعت يدها معناها الحكومة على المستشفيات العمومية، اليوم اللي نعيشوا فيه في وضع أتعس حتى من العشرية السوداء. لم نتقدم وما سبش عناية بالقطاع الصحي، وكل تخفيض في الميزانية يكون على حساب ميزانية المستشفيات. أنا سمعت مواطنين يحكوا على الدواء ما سبش. اليوم المؤسسات العمومية كل ما فيهاش دويات نقصوا منها الدواء، يعني تخصيص الميزانيات المفروض يكون متوفر للشهادات ومش قاعدين يوفروا فيه ومش قاعدين يخصوا فيه. دونك المسألة مربوطة بمسؤولية الدولة، واجب الدولة باش تحمي صحة المواطنين. ما ذبش حكاية إمكانيات يا سيدي، ما تبريش كيان ما تبريش كذا، ولكن صحة المواطن مقدسة
وكل القوانين الإنسانية في العالم الكل تعتبر أن الصحة هي مقدس، ولذلك هذا هو المطلوب معناها أنه يصير الدولة تهتم بالقطاع الصحي العمومي. شنو التشكيات اللي تجيكم من أعوان قطاع الصحة سحسن الميزني اليوم؟ معناها شنية خلينا نقوله أبرز المشاكل على الأقل اللي لازم يصير حلها في أقرب الأوقات اليوم، اللي خاصة بالأعوان ولا بالمواطنين؟ اللي خاصة بأعوان قطاع الصحة على الأقل هما اللي مارسوا في المهنة اليوم وهما اللي قاعدين موجودين في المستشفيات اليوم، شنية أبرز المطالب؟ شوف أبرز المطالب، المطلب الأول هو التسريع بإصدار القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة اللي انطلقنا فيه منذ سنتين، ولكن توقفت الأشغال للأسف في هذه العشرية في السنوات السنين الأخرانيين. توقفت كل المفاوضات وتوقفت كل التقدم فيما يتعلق. آخر جلسة عملناها يوم 20 أكتوبر يعني قرابة العشرة شهر توا موقفة، ولا توجد إرادة سياسية للحكومة لمواصلة التفاوض فيما يتعلق بالدخان. هذا فيما يتعلق بمسألة القانون الأساسي. مسألة قانون أساسي ينظم القطاع، هذه مسألة جوهرية وأساسية وانطلقنا فيها وعملنا 9 جلسات معناها كانت إيجابية، ولكن للأسف الحكومة أوقفت كل المفاوضات المتعلقة بصياغة القانون. ثاني حاجة هي الانتدابات المستعجلة لأعوان الصحة، لأنه اليوم آلاف الأعوان اللي ما تمش تعويضها وقاعدة تتعامل الحكومة مع قطاع الصحة وكأنه أي قطاع، يعني الـ 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 الأعوان القاعدين يخرجوا ما همش قاعدين يتعاوزوا بالآلاف. أنا أتأكد لك بالآلاف، الانتدابات بالآلاف ضرورية. وثالث أهم مطلب وهو تأهيل القطاع الصحي العمومي، يعني النهوض به وتوفير كل الإمكانيات المادية لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين. احنا الطلب بتاعنا الأساسي هو نختم بهذا تفضل. شكرا تفضل، واصل فكرتك مسي حسن. داكورد، شكرا وبارك الله فيك. شكرا والله، شكرا لك سحسن المزني كتب عام الجامعة العامة للصحة، شكرا لك على التدخل. كان هو اليوم الانفيتي دجور من جملة ما قالوا انه لازم يصير تحسين الوضع في المستشفيات العمومية وتوفير كل الظروف الملائمة لأعوان قطاع الصحة باش يقدموا أفضل الخدمات للمواطنين. في المقابل اليوم الدولة والمسؤولين تقول لك احنا عنا إمكانيات المادية المتاحة وفقا لهذه الإمكانيات نحاول كل مرة انه نصلحوا عدد او نتجاوزوا عدد من الإشكاليات والصعوبات اللي تواجه فيها المستشفيات العمومية ونحاول نقدموا أفضل الخدمات الصحية ل المواطنين، ونقعد يصير العمل لتحسين كل هذا ان شاء الله يكون وصل الصوت للسلطة والسلطات التونسية. واحنا هكا نكون وصلنا الختام برنامج منك نسمع بالنسبة لليوم، رفقتكم تيلة ساعتين نور الميكرو ابتسام شويخة، نعطي دونك توا زملائنا الكلمة في قسم الأخبار آخر المستجدات مع زميلتنا بهيرة عوجي، بعد تلقاو زميلنا هاني إبراهيم في إبراهيمي في موجز لأهم الأخبار الرياضية، بعد تلقاو سامر فايبز مع زميلتنا ربيب الفرجاني، تلقاو موزيكا ياسر مزيانة، تلقاو كل الأخبار اللي متعلقة بالكراهة بالشطوط الطقس وغيره، برشا جو برشا ضحك تلقاوها مع زميلتنا ربيب الفرجاني. نقولكم توا في أمان الله، باي باي.